السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية وترتيب الهدافين ونتائج مباريات اليوم الجمعة 11/10/2024. قبل ما نبدأ الفيديو متابعين الكرام، أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين ولبنان والسودان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين. اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين ولبنان والسودان، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم امين. اليوم الجمعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم الجمعه 11/10/2024، السودان فازت على اذربيجان 3-1. البوسنة والهرسك خسرت من ألمانيا 1-2. حرز ده في البوسنة والهرسك إيدن جيكو في الدقيقة 70، أسيست بنجامين تاهيروفيتش، وهدفي ألمانيا عن طريق دينيس أونديف في الدقيقة 30 والدقيقة 36. متابعين الكرام، المجر تعادلت أمام هولندا 1-1. حرز ده في المجر رولان شالان أو شلاي في الدقيقة 32، هدف هولندا عن طريق دينزل دومفرز في الدقيقة 83، أسيست كودي جاكبو. التشيك فازت على ألبانيا 2-0، حرز الهدفين توماش خوري في الدقيقة 3 والدقيقة 63. أوكرانيا فازت على جورجيا 1-0، حرز الهدف مخايلو مودريك الدقيقة 35. أيسلندا تعادلت أمام ويلز 2-2، حرز دفاع أيسلندا لوجي توماسون في الدقيقة 69 وداني وارد في الدقيقة 72، هدفي ويلز عن طريق برنان جونسون في الدقيقة 11 وهاري ويلسون في الدقيقة 29. تركيا فازت على الجبل الأسود 1-0، أحرز الهدف عرفان قهواشي في الدقيقة 69، أسيست كينان ليدز. سلوفاكيا تعادلت أمام السويد 2-2. ليتوانيا غدا بقى السبت بإذن الله تعالى عندنا أكثر مباراة استكمال الجولة الثالثة. كرواتيا هتلعب اسكتلندا 7 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى المعلقة على محمد علي. وبولندا هتلعب البرتغال الساعة 10:15 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى والمعلق عصام الشوالي المتألق طبعا. وإسبانيا هتلعب الدنمارك على قناة بين سبورتس اتش دي 3 التالتة والمعلق حفيظ دراجي، والقناة الناقلة أو المباراة ميعادها 10:15 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة. متابعينا الكرام، الجولة الرابعة تبدأ الأحد بإذن الله تعالى. طيب خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. المجموعة A1 تضم البرتغال المركز الأول 6 نقاط، بولندا المركز الثاني 3 نقاط، كرواتيا المركز الثالث 3 نقاط، واسكتلندا المركز الرابع الأخير بدون نقاط. المجموعة A1 ملعبوش الجولة الثالثة. المجموعة A2 تضم إيطاليا المركز الأول 7 نقاط، فرنسا المركز الثاني 6 نقاط، بلجيكا المركز الثالث 4 نقاط، الكيان القذر فريق إبليس المركز الأخير. المجموعة A3 تضم ألمانيا المركز الأول 7 نقاط، هولندا المركز الثاني 5 نقاط، المجر المركز الثالث نقطتين، والبوسنة والهرسك المركز الرابع الأخير نقطة وحيدة. مجموعة A4 تضم الدنمارك المركز الأول 6 نقاط، إسبانيا المركز الثاني 4 نقاط، صربيا المركز الثالث نقطة، سويسرا المركز الرابع الأخير بدون نقاط. مجموعة B1 تضم جورجيا المركز الأول 6 نقاط، التشيك المركز الثاني 6 نقاط، أوكرانيا المركز الثالث 3 نقاط، ألبانيا المركز الرابع الأخير 3 نقاط. المجموعة B2 تضم اليونان المركز الأول 9 نقاط، إنجلترا المركز الثاني 6 نقاط، أيرلندا المركز الثالث 3 نقاط، فنلندا المركز الرابع الأخير بدون نقاط. المجموعة B3 تضم النرويج المركز الأول 7 نقاط، النمسا المركز الثاني 4 نقاط، سلوفينيا المركز الثالث 4 نقاط، كازاخستان المركز الرابع الأخير نقطة واحدة. مجموعة B4 تضم تركيا المركز الأول 7 نقاط، ويلز المركز الثاني 5 نقاط، أيسلندا المركز الثالث 4 نقاط، الجبل الأسود المركز الرابع الأخير بدون نقاط. مجموعة C1 تضم السويد المركز الأول 7 نقاط، سلوفاكيا المركز الثاني 7 نقاط، إستونيا المركز الثالث 3 نقاط، أذربيجان المركز الرابع الأخير بدون نقاط. مجموعة C2 تضم رومانيا المركز الأول 6 نقاط، كوسوفو المركز الثاني 3 نقاط، قبرص المركز الثالث 3 نقاط، ليتوانيا المركز الرابع الأخير بدون نقاط. مجموعة C3 تضم بلغاريا المركز الأول 4 نقاط، بيلاروسيا المركز الأول مقرر 4 نقاط، أيرلندا الشمالية المركز الثالث 3 نقاط، لوكسمبورغ المركز الرابع الأخير بدون نقاط.
مجموعة C4 تضم شمال مقدونيا المركز الأول 7 نقاط، أرمينيا المركز الثاني 4 نقاط، لاتفيا المركز الثالث 3 نقاط، وجزر فارو المركز الرابع الأخير نقطتين. المجموعة D1 تضم 3 منتخبات، والمركز الأول جبل طارق 4 نقاط، سان مارينو المركز الثاني 3 نقاط، لختنشتاين المركز الثالث نقطة وحيدة. المجموعة D2 تضم أيضا 3 منتخبات، مولدوف المركز الأول 6 نقاط، مالطا المركز الثاني 3 نقاط، أندورا المركز الثالث الأخير بدون نقاط. طبعا متابعين الكرام، بعد انتهاء دور المجموعات يعني بعد انتهاء الجولة السادسة، المجموعة C1 C2 C3 C4 أصحاب المراكز الأولى فيها يتأهلوا إلى المجموعات B1 وB2 وB3 وB4، وينزل مكانهم صاحب المركز الأخير في ال4 مجموعات دول، يعني كمثال الجبل الأسود كمثال ممكن يكون آخر مجموعة B4، هينزل ويطلع مكانه متصدر مجموعة C4 كمثال شمال مقدونيا لأنه هنا يعني. طيب متابعينا الكرام، بقى بالنسبة للمجموعة A1 و A2 و A3 و A4، المتصدر الأخير أو المنتخب الأخير زي اللي كان القذر كده، ده هينزل تحت، هو في A2 هينزل تحت ويطلع مكانه متصدر B2 وليكن إنجلترا بعد أو اليونان. تمام، أما صاحب المركز الأول من كل مجموعة من A1 و A2 و A3 و A4، الأربعة دول بيتأهلوا لنصف النهائي ثم نهائي دور الأمم الأوروبية. ترتيب الهدافين متابعينا الكرام، المركز الأول بنجامين سيسكو لاعب سلوفينيا سجل 4 أهداف، المركز الثاني ألكسندر أيزاك لاعب السويد 3 أهداف، ودافيد فراتيس أو دريد إيه ستيرليتس لاعب سلوفاكيا، ودينيس أونديف لاعب ألمانيا، وأرلين غالاند لاعب النرويج، وفوتيوس يوانيديس لاعب اليونان، ومحمد أكتورك لاعب تركيا، وفيكتور لاعب السويد. بعد كده أكتر من لاعب سجلوا هدفين، منهم برادلي باركلو لاعب فرنسا، الدون كريستيانو رونالدو لاعب البرتغال، دينزل دومفرز لاعب هولندا، إنيس باردي ماشي، إيدن زيكو وفابيان رويز إسبانيا، هاري كين لاعب إنجلترا، وخلاص مارسيل سبايتزر. متابعين الكرام، بالنسبة لصناع الأهداف، متصدر صناعة الأهداف باكيسيتاس لاعب اليونان، صنع 3 أهداف، وفلوريان فيرتس لاعب ألمانيا، وجمال موسى لاعب ألمانيا، وفيكتور لاعب السويد. كده أكتر من لاعب صنعوا هدفين 2. متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.